السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين حانوت التاجر أبي خالد يا أخي؟ أبي خالد؟ في ثالث زقاق في آخر السوق عطارة الأمانة. جزاك الله خيرا يا أخي. السلام عليكم يا أبا خالد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أبا أنس؟ إنني مسافر، ولقد جئتك لتحفظ لي هذه الأمانة عندك، لأنني أخشى عليها من التلف والضياع إن تركتها في المنزل. يعينني الله على حفظها وحفظ أمانات الناس يا أخي. ومتى تعود من السفر يا راشد؟ بعد عام إن شاء الله. تعود بالسلامة يا أخي. وما هي الأمانة؟ 10,000 ورقة وحلي زوجتي. سافر وأنت مطمئن يا أخي، فأمانتك في الحفظ والصون. بارك الله فيك يا أبا خالد. منذ غرق مركب بضاعتي من 3 أشهر وأنا أعاني الكساد، لم يعد بيع ولا شراء في حانوتي. أوشكت على الإفلاس. ماذا أفعل؟ من أين آتي بالنقود لأشتري بضاعة جديدة وتعود تجارتي كما كانت؟ إن عندي أمانة 10,000 ورقة وحليا يقدر بهذا المبلغ، وصاحبها لن يعود قبل 10 أشهر. لما لا أخذها فأتاجر بها، وعندما يعود أكون قد جمعتها له. حمدا لله على سلامتك يا أبا أنس. سلمك الله يا أخي. عن أي نقود وأية حلي تتحدث يا رجل؟ عن الأمانة 10,000 ورقة وحلي زوجتي التي تركتها عندك في مثل هذه الأيام من العام الماضي. لا أعرف عما تتحدث. لكنني سلمتك الأمانة في هذا المكان نفسه. هل لديك شهود؟ لا. هل معك إيصال مني بذلك؟ لا، لكن الله شاهدي ووكيلي. هل هذا زمن تضييع الأمانة؟ اذهب واشكني لمن شئت. سأشكوك إلى القاضي وسيسترد لي أمانتي منك. هذه أول مرة أسمع فيها أن أبا خالد يجحد أمانات الناس وينكرها. أذهب إلى الشرطة وأحرر محضرا بالواقعة أم أذهب إلى القاضي من فوري؟ القاضي سيطلب منك شهودا، وأنت ليس معك شاهد واحد ولا إيصال يثبت أنك أودعت عنده الذهب والنقود، وكذلك الشرطة. إذا أسكت ويضيع حقي؟ من الحكمة أن نذهب إلى شخص له هيبة ومكانة عنده حتى يحسن النصح له ويخوفه من عقاب تبديد الأمانة وتضييعها. عسى أن يرتدع ويرد لك أمانتك. ومن يكون ذلك الشخص؟ صديقه التاجر عبد الحكيم، أعرف أن له مكانة عنده. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل وصل الحال بأبي خالد أو غيره من التجار أن يأكل أمانات الناس؟ يبدو أن هذا هو الزمن الذي أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. والعمل يا عبد الحكيم؟ إن شاء الله سنذهب إليه، عسى أن يهديه الله ويعود إلى رشده. وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هل تعرف معنى
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. نعم. لا لا، معناها أن تدفعوا أو ترجعوا كل ما أؤتمنتم عليه من ممتلكات الناس إلى أصحابها. هذا هو المعنى القريب، كما في حالة أبي خالد مع أبي أنس. لكن معنى الأمانة أعم من ذلك ويشمل أشياء كثيرة. كيف هذا؟ العقل والجسم أمانة، ويجب حفظهما وإحسان استخدامهما. وحقوق الله عز وجل علينا كالصلاة والزكاة والصيام والكفارات والنذور وغيرها مما نحن مؤتمنون عليه. وأهلك وأقاربك فيلزمك حفظهم والنصح لهم، والقيام على الأطفال والناشئة وتربيتهم تربية إسلامية صالحة، والمحافظة على حرمات الجماعة المؤمنة وعدم إفشاء أسرارها للأعداء، وغيرها وغيرها من الأمانات. هل ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحض على الأمانة ويحذر من الخيانة؟ الكثير، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. والقتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا خيانة الأمانة. إلى هذه الدرجة؟ وأكثر. إذا كان يوم القيامة يأتي الله بمن خان الودائع ويقول له: أدي هذه الوديعة لفلان، أدي الودائع التي كانت عندك لأصحابها. وماذا يقول العبد؟ يقول: يا رب، لقد ذهبت الدنيا، كل شيء قد فني وكل شيء قد زال، أين الودائع؟ وبماذا يجاب؟ يقال لزبانية العذاب: انطلق به إلى الهاوية. فينطلق به إلى الهاوية وتمثل له أماناته كهيئتها يوم دفعت إليه، فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها فيحملها على منكبيه، حتى إذا نظر ظن أنه خارج زلت عن منكبيه، فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين. أبد الآبدين بسبب شيء من أعراض الدنيا الزائلة؟ هل تحب أن يكون مصيرك هكذا يا أخي؟ لا والله. هل تقر أن هذا الرجل له أمانة عندك؟ نعم، أقر أمامكم أن لهذا الرجل 10,000 ورقة وحليا. إذن أدي له أمانته وانزع عن كاهلك هذا الإثم العظيم. أشهد الله وأشهدكم جميعا أنني سأعيد للأخ راشد كل ما له عندي من النقود والحلي. وماذا تنتظر؟ أسرع أسرع، بارك الله فيك، وجعلنا ممن إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.